كم نشتاق إليك فكم قلت يا رسول الله إن أشتاق إلى أحبابي. قالوا الصحابة أولسنا أحبابك؟ قلت لا، ولكن أحبابي هم من يأتون بعدكم يؤمنون بي دون أن يروني. كم نحن في حاجة إليك يا رسول الله أن توحدنا وأن نتمسك بسنتك وأن نسير على نهجك وأن نخرج مما فيه، أن ترفعنا جميعا من تلك الفتن. أنا ما أقدرش أوجه له رسالة، ده هو اللي هيوجهني بقى. هو في الفترة ديت أو في المرحلة ديت لو هو موجود دلوقتي هو اللي كان هيوجهنا برضو المكارم الأخلاق. يا رسول الله، إيه رأيك في اللي بيتم؟ هل لو هذا أنت كنت موجود مع شعبك، مع أهلك، مع كل الناس اللي أنت بتتكلم باسم ربنا معهم، هل كان فعلا هيتقال زي اللي بيتقال دلوقتي؟ يا رسول الله، كم تعبت في تغيير الناس من الظلمات إلى النور. أقول له يا رسول الله شيل الغمة وشيل الهمة وخلي الإسلام بخير يا رسول الله. سفراء الرسول، احنا بنتكلم عن أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا فعلا عايزين نحبه بجد. احنا سمعنا قالوا لنا ايه في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلوقتي جايين نفكركم احنا بنصلي في اليوم 17 ركعة فريضة، منها التشهد الأخير اللي بنقول فيه السلام عليك أيها النبي. أيها النبي، أيها اسم إشارة للقريب، وكأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قدامك. السلام عليك أيها النبي، يا ترى أنت بتحس المعنى ده، بتفكر فيه؟ هناخد وصيتين علشان نكون بجد من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. أول وصية، صلى على النبي كتير. اوعى تنسى كل يوم تصلي على النبي كتير. قال صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي فقد خطأ طريق الجنة. يبقى الصلاة على النبي كتير. رقم 2، ندعي للنبي بعد كل أذان، لأن النبي قال لنا لما تسمعوا الأذان رددوه وبعدين ادعوا لي بالوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يبقى إذن صلاة على النبي كل يوم. 2، بعد كل أذان ندعي للنبي أن ينال الوسيلة صلى الله عليه وسلم. والحاجة اللي هنحطها كمان، كل واحد يدور على خلق مش كويس عنده ويحاول يعدله على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت حلقتنا اللي بتتكلم عن أحباب الرسول. أتمنى القصص اللي قلناها والأفكار اللي احنا قلناها تدخل قلوبنا وتغير سلوكنا وتكون موجودة في حياتنا وفي عملنا. ادخلوا على الفيسبوك وشاركونا واطبعوا مطلوب سفير وانشروها في كل مكان علشان نفرح بينا النبي في الآخرة. هشوفكم إن شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة من سفراء الرسول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.